لحقانه كان صريح وكان مواجه، يعني هو واضح لانه في هذا الوقت الاسعار كانت قليله جدا، وبالتالي هو كان بيواجه. كلمني عن اولا كلمني عن علاقته بمحمود المليجي. لا دي علاقه يعني اجيبها من الاخر، يعني اخر عمل التقوا فيه كان مسلسل اسمه بعثه الشهداء. فكان كنا راجعين في بنروح نصور في ابو رواش، وبعدين قاعدين في العربيه الاستاذ المليجي وبعدين جنبي بابا، وبعدين بيحتدم النقاش كده، وبعدين هو مايل عليا ابوي يقول لي بص عمك محمود مش هيدي سيجاره الا ليا، انا بيطلعش سجاير لحد، فيديله سيجاره ويقول له لان انت دايما متسرع يا توفيق. ده راجل عجوز وده برضه عجوز ويقول له كده يعني. فقال لي ده بالظبط ابويا، اخويا الكبير حبيبي من الدنيا كلها، هو ده يعني الركن الركين ليا محمود المليجي، ده حاجه استاذ وصديق زي ما هو قالها، وهو يعني وهي واضحه لان اشتغلوا مع بعض كتير. كتير جدا. الجزء اللي اتكلم فيه ده حوار للاستاذ محمود السعداني، علاقتهم بمحمود السعداني سواء طبعا المعلم رضا او استاذ توفيق كانت علاقه مهمه جدا طبعا. وكان محمود السعداني مؤثر جدا في هذا الوقت، ودايما مؤثر في الكتابه والنقد، لكن قصه انه احنا بناخد عشان كده بعمل ادوار كتير، كان عنده ادوار غير راضي عنها كتير، يعني ادوار كتير لان التزامات الحياه. مش معنى ان الاسعار كانت بسيطه زمان ان يعني كانت في متناول، لا كانت برضو دي كانت اسعار عاليه في ظل المرتبات نسبيا طبعا. وممثل المسرح كان دايما مهضوم حقه، يعني مهضوم حقه هو دايما المسرح يعني. لان هو ينتمي لمؤسسه وطنيه اسمها المسرح القومي مرتبطه بالدوله، فهو على درجه فنان قدير او غيره، لكن هي وظيفة وليها مرتب يرتبط بالميزانية بتاعت الدولة والدرجات بتاعت الدولة، فكان عليه انه يسعى، عنده مسؤولياته وعايز يعيش ودايما عايز يحقق. يعني كان عنده برضو نقطة ويمكن في احاديث تانية هيقولها، ان مفيش دور كبير ودور صغير، في فنان كبير وفنان صغير، كان الحتة دي. لذلك لما في حديث اخر يقولك انا مبدئي مرفضش، كان بناء على هذا الاساس ان هو فنان كبير، هو عامل دور ضيف شرف، لكن في الفيلم هتطلع تقول ان توفيق الدقن ده سايب اثر وهكذا، فما كانش عيب من انه يشتغل يعني. العمل بالنسبه له كان مبدا مهم وما كانش يخجل منه.